السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا حبايبي في مطبخ الصحة والتوفيق. سألت عن الكشك كتير وسألت على طريقة عمله. إن شاء الله النهاردة هنعمل طريقة الكشك الصعيدي بالشوربة. طريقته سهلة خالص، ما فيهاش أي صعوبة. هندخل على طول على طريقة العمل والمقادير. المقادير كشك شكله كده، ده كشك البرغل اللي عملناه مع بعض. اللي عايزة تعرف طريقة عمله تدخل على القناة. 5 كور كشك او 6 زي ما انت عايزه حسب الكميه اللي انت عايزاها. هيحتاجوا ميه عشان ننقعهم فيها، هيحتاجوا بصل مقلي ومقرمش، يعني هتقلي البصل لغايه ما يبقى شكله كده مقرمش. البصل ده ممكن تستغنى عنه، معلقتين صلصه برضو ممكن تستغنى عنه. اهم حاجه هنا الكشك والميه والشوربه. اول حاجه هننقع الكشك في الميه ونسيبه لغاية ما يطرى خالص، ممكن تعمليها قبلها بيوم. بعد ما ننقعه هيبقى شكله كده. بعد ما يطرى الكشك هنجيب كوباية شوربة ونحطها على النار لغاية ما تغلي. أول ما الشوربة تغلي كده هنحط فيها معلقة صلصة، هنحط فيها كمون وملح حسب ما انت عايزين، وهنحط الكشك بتاعنا ونسيبه يغلي لغاية ما يفك من بعضه. ادي كور الكشك بعد ما فكت في الشوربة بقى شكلها كده. في ناس بتحط دقيق لما بتزود الشوربة، بتحط معلقة دقيق وتدوبها في مية وتحطها. أنا هنا ما زودتش الشوربة فطلع مظبوط، بيبقى قوامه كده، ممكن يبقى خفيف عن كده بس هو كده حلو. كده الكشك خلص أهو. هعيد طريقة العمل تاني إن شاء الله. كل اللي هنعمله هنغلي شوية شوربة وننقع الكشك ونحط الكشك في شوية الشوربة دول، بس مفيش أسهل من كده، بيبقى قوامه كده خلص خالص. هذه يا حبايب الكشك بعد ما خلص خالص، طعمه حلو ما شاء الله. الكشك بالشوربة أكلة صحية. الكشك ده بيقوي العظم، بيقوي النظر، بيزود المناعة، بيمنع الأنيميا ويعالج الأنيميا. شفت فوائده قد إيه؟ عشان كده أنا كل سنة ما بيعديش عليا سنة إلا ما بعمل الكشك ده. اللي عايزاه خفيف عن كده تعمله خفيف، واللي عايزاه تقيل عن كده هتعمله تقيل. في ناس بتحط له معلقتين دقيق بس، هو ما بيبقاش حلو بالدقيق زي كده. ان شاء الله يعجبكم قوي، وكل واحد برضو ذوقه. في ناس ما بتحبش الكشك، انا عن نفسي بحب الكشك وبحبه بالطريقه دي لانه بيبقى خفيف وصحي. وبصل المقلي اللي انا عملته ده هنزين بالطبق كده. يا رب كل اللي شافت الفيديو يعجبها، واللي محتاجه اي سؤال تسالني وانا اجاوبها. وان شاء الله هعمل لكم الكشك المطبوخ وعامله لكم الكشك بالسمنه. وان شاء الله لكل اللي هتاكله هتدعيلي أكلات حلوة في رمضان وصحية ومغذية. وبكده يا جماعة خلصنا طبق النهاردة. لو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك واشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.